اهلا بكم في قناه لولو هاند ميد. النهارده هنشتغل مع بعض كفر علبه مناديل. النهارده هنشتغله بشبك الايتامين. هيبقى معانا شبك الايتامين، هيبقى معانا هو بيبقى بلاستيك بالشكل ده. طبعا معانا خيط سلسله، انا هستخدم لونين. وهنستخدم الولاعه عشان نقطع بها الخيط، وإبرة كروشيه رفيعة هنحتاجها، طبعا أكيد المقص، وإبرة الإيتامين. أنا بظلم الخيط في الإبرة. إبرة الإيتامين بتكون حجمها سميك شوية عن الإبرة العادية، واللي بنشتغل بيها على البلاستيك الراس بتاعتها مش مدببة. انا بشتغل على فتلتين، باخد مقاس علبة المناديل اللي هي الاساسية، بشوف طولها وعرضها بالمزورة، وبناء عليها انا بقطع الكنوفة البلاستيك على اجزاء. لو انتوا حابين انزل لكم فيديو عن البطرون اللي انا بعمله لعلبة المناديل اكتبوا لي في التعليقات، وانا اوريكم اقول لكم المقاسات بالظبط اللي انا اشتغلت بيها وازاي طريقة القياس. يعني احنا بنبدأ بنحط الخيط، بنمسك الخيط بايدينا كده اهو عشان خاطر نعرف نشتغل. وابدأ الشغل، ببدأ في اول مربع، وماسكه طرف الخيط بايدي التانية علشان اشتغل عليه علشان يبقى الشغل مفهوش اي زوايد بالشكل ده. وبعد مربعات بدخل في اول مربع على طول، بدخل في المربع اللي بعده، في كل مرة هرتفع مربع. شغل الايتامين بيبقى بالعد، اي رسمة انت ممكن تطلعيها بالعد على المربعات. اللي بعده على طول لازم اعدل الخيط وانا بشتغل علشان الشغل يبقى مفروض على الكلفة. خدت في المربع اللي بعده برتفع كمان مربع، يعني الاول اشتغلت مربع اتنين، المرة دي هشتغل تلاتة، هدخل في التالت. ونحاول احنا وبنشد الخيط نفرده عشان يبقى الخيط معدول. بالشكل ده وانا بشتغل الخيط التاني تحت الشغل ماسكاه بايدي التانية. ارتفعت المربع عشان يديني شكل الهرم ده تدريجي. وابدأ في المربع اللي بعده انزل تدريجي تاني عشان يديني شكل الهرم.
انقص مربع انقص مربع لحد ما اوصل لمربع واحد زي ما بدأت. هنزل كمان مربع. يا رب يكون الشغل واضح، شغله جميل خالص وسهل ما بياخدش وقت خالص. لو في رسمة قدامك بتنقلي منها هيبقى اسهل لك وافضل لك. او ممكن انت تشتغلي على ورقة رسم كروكي وتعرفي انك انت عاوزة تعملي الرسمة دي بالاعداد، كله بيطلع اي رسمة، شغل كله بالعد. هنبدأ في المثلث التاني، الهرم التاني. كده انا اشتغلته، خلصت اول صف بنفس فكرة الهرم الاولانية اللي انا اشتغلتها، او المثلث نص مثلث بالشكل ده تدريجي، بطلع تدريجي برضو. انا اشتغلت الاول بالكحلي، هبدأ باللون البيج. البيج مع الكحلي شكله رائع، هعمل شكل مختلف عن الأهرامات دي اللي أنا عاملاها أو المثلثات دي. بعد 4 فتحات وبدخل في الفتحة الرابعة، وهستمر على العدد ده لحد آخر الصف، هيطلع لي شكل مختلف تماما عن اللي اتعمل في الصف الأول. طبعا بنحاول نعدل الخيط واحنا شغالين، وطرف الخيط التاني باخده تحت الشغل عشان الشغل ما يتفلتش مني. هي هنا دقت شوية علشان خاطر انا بستخدم فتلتين على الابرة. طبعا مع اختلاف الخيط، انا هنا بستخدم خيط سلسلة، ممكن لو استخدمت خيط تاني ممكن فتلة واحدة تقضي معاكي، من حسب الخيط اللي انت بتستخدميه انت وبتشتغلي بيبقى باين المنظر. لو المنظر كويس والفتحات مش باينة معاكي وشكل الشغل على القنبة حلو، مش محتاج فتلتين، اشتغلي فتلة واحدة. هنا برتفع 4 مربعات ثابت لحد ايه اخر الصف، هيديني شكل مختلف تماما عن الشكل الاولاني. وفي البداية بيبقى صعب الشد، لازم نعدل الخيط ورا وقدام في الوش وفي الظهر عشان خاطر ما يبقى شكله حلو معانا. هو شكله بعد ما بينتهي من المنظر بيبقى رائع. ممكن تنفع تعمليها للبيت، تعمليها مشروع، ما بتاخدش وقت خالص وسهلة. وغير الكروشيه، لو انتي حضرتك يعني مالكيش في الكروشيه او في شغل ابرة الكروشيه، ده سهل خالص. بنعمل منه شنط، بنعمل منه علب المناديل، بقى في افكار كتيرة للكنبة البلاستيك. طبعا في رسومات كتيرة خالص حسب ما انتي ايه تحبي، وتطلعي الرسمة نفس فكرة الكنبة اللي بنشتغلها على القماش بالعد وفي كذا طريقة شغل عليها. ممكن تشتغلي بإبرة الكروشيه على الكنبة البلاستيك.
افكار كتيرة لشغل الكهرباء. لو انت وصلت لحد الجزء ده وما عملتيش لايك ولا اشتراك، بفكرك تعملي لايك واشتراك وشير عشان تشجعوني اكمل معاكم وانزل افكار جديدة وشغل جديد. بنفس الفكرة انا بعد 4 مربعات ثابتة لحد اخر السطر. بدأ الشكل يظهر، يظهر زي أمواج مختلف عن الأهرامات اللي تحت. هي عشان الفتلة طويلة، أنا بعمل فتلة طويلة عشان مفضلش أوصل في الخيط كل شوية، فعلشان كده بتبقى فيه صعوبة إنها بتتقلب شوية وبتعدليها بإيدك يعني. بالشكل ده شكلها جميل جدا، ولون البيج مع الكحلي رائع. بنفضل نحاول نشد الإبرة، مش هنشد جامد علشان خاطر بلاستيك الكنبة ما تقطعش منك. طبعا نحافظ على العدد، هيدينا الشكل ده. احنا كده مع 4 مربعات فقط على الشغل القديم، الشغل الصف الاولاني بيديني التمويجة دي. شكلها رائع، حلو خالص. طبعا شغل الكنبة كله عدد، لازم تعدي وانتي ماشية عشان خاطر ما تغلطيش وتطلع الرسمة مظبوطة. بنفس العدد لحد اخر السطر. طبعا انتي ممكن تشتغلي بشرايط الاورجانزا، بشرايط الستان، بالخيط اللي انتي عجبك، بتدي برضو شكل حلو ورائع وبتبقى المساحة مليانة اكتر. لو شرايط الاورجانزا بتبقى المساحة مليانة وسهلة في انك تدخلي من الابرة، مش صعبة خالص. والستان برضو بتعمل شكل حلو ورائع. طبعا المتاح عندك
كده انا خلصت الصف. خلصت صف كحلي وصف البيج، وهشتغل الصف اللي بعده كحلي تاني. دي قطعة من 2 من علبة المناديل، هي مكونة من 4 قطع، والوش بتاعها طبعا كل قطعتين شبه بعض بالظبط، والوش طبعا الوش بيبقى مختلف عنيهم. دي القطعة اللي هي شبه اللي انا بشتغل فيها. انا هنا ضفت لها جزء من تحت كروشيه، طبعا انتي لو حابة ان هو يشتغل كنبة كله مش بحسب راحتك، ضفت لها جزء كروشيه. هنا كل الأجزاء كملت، ده منظر الوش بنفس الفكرة بنفس الأعداد اللي أنا اشتغلتها في الجزء التاني، وده برضو جزء من الأجزاء اللي أنا اشتغلتها بنفس الفكرة نفس الأعداد، كل جزئين شبه بعض. احنا كده بنحاول نجمع علبة المناديل وهنفنشها خلاص. شكلها رائع، عاملة رسمة جميلة جدا. لو انت احتفظتي بالاشكال بالاعداد هيطلع لك الاشكال دي. ده الوش طبعا بتاع علبة المناديل، احنا بنحاول نثبت الاجزاء دي كلها بالابرة وبالخيط، برضو تثبيتها سهل جدا مش صعب بالشكل ده. بحط كده الوش على الوش وبحاول اثبتها. طبعا هو في صعوبة في تدخيل الابرة لان الخيط مال المربع كله، انا هثبت كل ده في المربعات، هدخل تثبيت عادي خالص. انا ثبتها بالشكل ده 3 اجزاء في الوش كده، بقى جزء الرابع طبعا كل 2 شبه بعض. بقى الجزء ده هثبته معاكم انا علشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. لو في اي استفسار اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا ارد عليكم. اي حاجة حابين ان انا اوضحها اعمل لها فيديو تاني لوحديها منفصل، او ابقى اوضحها في الفيديو اللي جاي في شغل شبيه بده، قولولي وانا اوضحها لكم تحت امركم. احنا طبعا بنحاول نثبتها بالابرة والخيط. بنحاول نخلي الخيط طويل علشان ما يخلصش كل شوية ونفضل نوصل، والشغل يبقى من جوه مش مفهوش اي وصلات باينة، شغل نضيف جدا من جوه مفهوش اي وصلات زي ما انتوا شايفين كده. بنحاول ندري الخيط تحت الشغل فما بيبانش خالص وما بيبقاش فيه وصلات، وبننضف بالمقص والولاعة. طبعا الفتحات قصاد بعضيها، كل فتحة هما بأعداد نفس الأعداد، كل فتحتين بناخدهم بالإبرة والخيط على طول كده ورا بعض ورا بعض بالشكل ده. إبرة الإتامين الفتحات قصاد كل فتحة قصاد التانية، بضم الشغل كده على بعضه وأدخل.
عشان طبعا الشغل كتير، انا مش بحاول ان انا ادخل الابرة بصعوبة بس بتطلع. انا استعنت بالذرة دي، بس طبعا الذرة دي مش معايا في كل الشغل ده، بس عشان الحتة دي كانت صعبة، التقفيلة دي الاخرانية دي كانت صعبة، فاستعنت بالذرة دي بس، لكن باقي شغلي كان سهل طبعا. بنفس الفكرة لحد آخر آخر الصف، بشد هنا بالزر دي لأن الإبرة مش راضية تطلع. الخيط كان سميك على الفتحات، والفتحات كان فيها شغل من ناحيتين، بحاول ان انا افرد الشغل، افرده ما خلوش ملكلك ولا حاجة، واشد وانا شغالة علشان الشغل يطلع حلو معايا ومشدود ومترتب، ما يكونش فيه فتلتين على بعض، الفتلة اللي جنب بعضيها، الخيط جنب بعضه بالشكل ده. وانا شغالة اشد واعدل في الخيط، اشد واعدل في الخيط، لحد اخر الصف نفس الفكرة. بنشد في الخيط طبعا عشان يبقى الشغل جميل وواضح. بفكرك باللايك والاشتراك لو انت وصلت لحد هنا وما عملتيش لايك ولا اشتراك ولا شير. كده انا بشتغل بيها لحد اخر الصف. نفس الفكرة لحد آخر الصف. ياريت أعرف آراءكم في الكومنتات. بالشكل ده هكمل لحد آخر الصف طبعا، وثبت الجناب بنفس الفكرة. علشان خاطر الكاميرا انا ما كنتش عارفة اخد وضعي في الشغل كويس، لاني مثبتة الكاميرا على ترابيزة طبعا. لحد اخر الصف بهذا الوضع. بالشكل ده
بنشتغل لحد الآخر. ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير. انا كده هشتغل لحد الاخر. هنا قفلنا الشغل خالص وعملنا برواز لفتحة المناديل من جوه وثبتنا كل الاجزاء مع بعضيها، شكلها بقي اكثر من رائع. وعملنا ليها بعد ما ثبتنا الاجزاء الاربعة عملنا استيكين عشان نثبت علبة المناديل. طبعا نفس فكرة الأساتيك اللي عملناها في علبة المناديل اللي فاتت اللي على الوش الخشب. الرسمة هي واضحة، الرسمة ثابتة في 4 أجزاء نفس الشكل. طبعا انتي بتحافظي على الرسمة بالعدد اللي انتي شغالة فيه، بتثبتي العدد بتطلع نفس الشغل معاكي.